يعني حابين نعرف رأيك في سياسة البنك المركزي حول تثبيت سعر صرف الدولار، مقنعة ومناسبة اقتصادياً؟ طبعا من الواضح ان هناك فجوه بين السياسه النقديه والسياسه الماليه. نعم. نلاحظ ان يعني عمليه تغيير سعر الصرف بالمرحله السابقه، يعني عندما كان ب 1180 كانت الاسواق مستقره، لكن عندما تراجع سعر الدينار الى 1470 ومن ثم تم دعمه، بالتأكيد ألقى بظلالة هذا الموضوع على الحركة الاقتصادية. هناك بعض الركود في السوق نتيجة تغير سعر الصرف، ولا تزال هناك يعني فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي، مما يولد يعني نوع من القلق في الأسواق. تدريجيا السياسة المالية إذا ما أحكمت سيطرتها على الجمارك والمنافذ الحدودية